قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ وبمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا رافع كل بلوى، يا منتهى كل شكوى، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. إلهنا، إن لنا إخوانا يسومهم أعداؤك سوء العذاب، قطعوا حبال نصرتهم وأوصدوا كل باب، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم يا مغيث أغثهم، اللهم يا مغيث أغثهم، اللهم يا منقذ أنقذهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم أمن روعهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم وعليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم،
اللهم كدهم وانكر بهم، اللهم كدهم وانكر بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا واحد يا قهار، يا قوي يا متين، اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعل به دينك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحم أقداما سعت إليك، وجباها سجدت بين يديك، وقلوبا وجلة من يوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأحسن خواتمنا، اللهم واغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.